وفر مركز تربية وتكاثر طائر الحبار الذي جاء في إطار تعاون قطري جزائري بولاية البيض مناصب شغل لحماية المحمي استفاد منها شباب دائرة بريزينا. الدوريات اللي عندنا مراقبة الحبارة، وفي عندي تقريبا 32 سيارة يخدمون فيها الجزائريين في الصحراء لحماية طائر الحبارة ولحماية اللي هو الغزال أو مثلا الكدري أو القطة لحماية من الصيد. متوسطة بسعة 600 مقعد بيداغوجي وجهاز سكانر وثلاثة آبار للمياه الصالحة للشرب، إنجازات جاءت كهيبة من دولة قطر للجزائر لفائدة هذه المناطق النائية. أنجزت متوسطة في البنود وداخلية في البنود، وكذلك هناك ملعب كبير في مدينة بنود، ومسجد كذلك في مدينة بريزينا، وهناك كذلك مركب رياضي في مدينة البيض، وهناك مركز تصفية الدم هنا في مدينة البيض، بالإضافة إلى هناك عدة هبات تتعلق بمثلا سيارات أو سيارات إسعاف للبلديات النائية. تعاون انعكست نتائجه على التوازن البيئي وعلى المستوى المعيشي لسكان هذه المناطق البعيدة بولاية البيض.